نحكي بسم الله. بدي افرم لي بصله. متفقين يا ابو طه؟ طبعا. بدينا حبايبنا بالزبده، حطينا معها شويه زيت واضفنا البصل. انا راح اسوي الان صلصه فرنسيه لصلصه الفلفل الاسود على اصولها، يعني زي اول شيف عملها بالمطبخ الفرنسي. رايح اسحق لي شويه ثوم. بعد ما اضفنا اذا الزبده والبصل، اضفنا الثوم، وعندي فلفل اسود من الضياء مجروش. تمام. طبعا شوفوا عباره عن تحطوه بكيس وباي ملعقه بندقه شوي شوي بنكسر تكسير. رايحين نضيفه وين؟ على البصل والثوم. هون مش راح يعطيني حروره. ليش؟ لانه مجروش جرش. تعبوا طه هون شمني هالريحة. طب ليش انا فكرت كونه مجروش جرش ممكن يعطيك لا 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 أكثر. كل مكان مطحون اكثر ناعم اكثر، كل ما اعطاك الحراره اكثر. تم اقل. هاي صلصه، يعني صلصه عالميه هاي. لما تقول انت مثلا بدي ستيك بصلصه فلفل اسود على اصولها هاي. هاي يعني عليك. طبعا اذا زبده، شويه زيت، بصل مفروم ناعم، ثوم. الان بدنا نضيف الخردل، ويستحسن بل يفضل، لا 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 مش الخل، اكل خردل، طول لي بالك شوي. ديجون خردل، ديجون او ديجون ماسترد القوي، هذا كثير مهم. لازم انا اضيف لي شويه مرق دجاج على الخفيف جدا. تمام. حلوين حلوين. وبهاي الاثناء رايحين نضيف شويه من الكريمه حتى اكمل الطبخ الصوص. الآن رايح أضبط بالملح. الدجاج تبلناه بإيش؟ الدجاج تبلناه بشوية خردل، شوية زيت، ليمون، ملح، فلفل، وشويناه بالفرن فقط لا غير، ولا عملنا له شيء. هذا بقدونس فيه رشة صغيرة هيك. دبابيس الدجاج او درامستيك بصلصه الفلفل الاسود. بدنا 12 فخذ دجاج، بصل مفروم، ثوم مفروم، زبده، خردل، فلفل اسود مجروش، كوبين كريمه، ونصف كوب من مرق الدجاج.